النهارده يمكن في الاجتماع الرئاسي والاهتمام الكبير اللي حاصل دلوقتي بيه منظومه الزراعه، يمكن كمان كان في تركيز خاص على مساله التقاوي وتوفيرها للفلاحين والمزارعين، بحيث احنا نضمن يعني الموسم اللي جاي بالنسبه لهم في كل المحاصيل والسلع الحقيقيه يبقى متميز ومهم. اهميه مساله التقاوي ايه والتركيز عليها دلوقتي يا فندم؟ يعني دعونا في البداية يعني باسم أسرة البرنامج وباسم الأخوة المزارعين ووزارة الزراعة، لازم يعني نشكر صاحب الفضل اللي خلى ملف التقاوي وصل لهذا الاهتمام من جميع الفئات وجميع الناس في مصر. ملف التقاوي يا فندم لم يشهد من قبل هذا الدعم الفني والمعنوي والمالي يعني اطلاقا على منذ انشاء وزاره الزراعه سنه 1913. لم نسمع من قبل ان فخامه رئيس الجمهوريه بيتكلم عن الاصناف الجديده واهميه الأصناف الجديدة والعجن الجديدة والدعم لمنظومة التقاوي والدعم لاستنباط أصناف وهوج المقاومة، مقاومة الإنتاجية ومقاومة الظروف البيئية المتباينة. فحقيقة ملف التقاوي في هذه الأيام بيشهد نهضة كبيرة جدا، وأنا دائما يعني بذكر وبقول أن ملف التقاوي وما يشهده من دعم غير مسبوق ما هو إلا حياة كريمة، هو جزء من الحياة الكريمة، صورة من الحياة الكريمة، أن احنا بنوفر الأمن الغذاء للشعب المصري، بنوفر الغذاء الآمن للشعب المصري، بنوفر لي العنصر الرئيسي في عملية الزراعة وهو التقاوي. التقاوي لو كانت حضرتك جيدة يبقى الزراعة تبقى جيدة، المزارع الإنتاجية بتاعته تبقى جيدة، الدخل بتاعه يبقى جيد، وبالتالي احنا حققنا هدف الحياة الكريمة وهو ان المزارع بيبقى آمن في غذائه. أيوة. آمن في دخله. طب يا دكتور حاتم، برضو مسألة مهمة يعني من خلال كلام حضرتك كمان فتحت لي نقطة مهمة، الاستخدام او توظيف مسألة التقاوي كعنصر يعني في التخطيط لزراعة محاصيل معينة. احنا شفنا مثلا وقت القمح كان في ربط للفلاح اللي ملتزم بمنظومة تداول القمح، ربطها بالحصول على الأسمدة والتقاوي في الموسم القادم، واللي هيخالف هيكون عنده مشكلة في الحصول على التقاوي والأسمدة والمبيدات وكل الاحتياجات اللي هي بتساعده على الزراعة. ربط الحصول على التقاوي بمسألة التخطيط الجيد للمحاصيل وتداول المحاصيل المختلفة، ده كمان كان تطور مهم. حضرتك ألقيت في بداية البرنامج وقلت فخامة الرئيس كان مجتمع مع دولة رئيس الوزراء ومعالي الوزير، وكان بيناقشوا أهم أربع ملفات حاليا في المجال الإنتاج الزراعي، وهي فندم التقاوي، الأسمدة، الزراعات التعاقدية، والإنتاج الحيواني. هذه الملفات فعلا تشهد يعني حاليا بفضل الدعم فخامة الرئيس وتوجيهات معالي الوزير بتشهد نهضة كبيرة جدا جدا. ويمكن أنا هتكلم على الملف اللي خصني فيه، ملف التقاوي. حضرتك ملف التقاوي ادى الى 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 في ارتياحيه مع الاخوه المزارعين، المزارع عارف انه هيحصل على تقاوي من تقاوي عاليه الجوده والانتاجيه. اضفنا الى هذه المنظومه منظومه الزراعه التعاقديه، المزارع زي ما حضرتك ذكرتي فخامه الرئيس عايز يشجع الزراعه التعاقديه، عايز يحفز المزارع، عايز يلاقي او نوجد اليه وطمانينه للمزارع عند زراعته المحاصيل المختلفه واهمها المحاصيل الاستراتيجيه. لو اتكلمنا حضرتك على المحصول الاستراتيجي الاول او محصول الامن القومي وهو محصول القمح، يمكن يعني حضرتك لو سمحتي لي دعيني يعني القي كلمه واحده بالارقام. احنا وزارة الزراعة يا فندم العام الماضي وفي السنوات السابقة كان أقصى إنتاجية تقاوي توزع على الأخوة المزارعين وصلنا العام الماضي 45 ألف طن. بوجود استراتيجية واضحة وهدف واضح ودعم من فخامة الرئيس وتوجيهات مع الوزير، واستطعنا السنة دي احنا والقطاع الخاص حضرتك وصلنا ل 148 ألف طن العام الماضي. 148 ألف طن تقاوي. تقاوي العام الماضي كنا بنسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة المنطقة عالية الجودة والإنتاجية. احنا وشركاء ده أثر على جودة المحصول وتقليل الفاقد وكده صح؟ تمام يا فندم. ما هو زي ما قلت بالنسبه بقى للزراعات، احنا اتكلمنا في القمح كتير، طب ايه بقى الجديد؟ يعني احنا كمان شايفين هيبقى في توسع في الزراعات التعاقديه متعلق بالسمسم، المحاصيل الزيتيه، فول الصويا، الحاجات بقى اللي احنا محتاجينها، وكنا دايما عشان احنا كمان كنا بنستورد معظم البذور.
حضرتك تكلمت عن المحصول الاستراتيجي او محصول الامن القومي الامح، لكن احنا لا ننسى توجيهات فخامه الرئيس بالمحاصيل الاستراتيجيه الاخرى مثل المحاصيل الزيتيه. احنا بنستورد يا فندم تقريبا 96 97 من الزيوت بتاعتنا واستخدامنا، ففي توجيهات ان احنا نوسع عن طريق الزراعه التعاقديه المحاصيل الاستراتيجيه في الصويا وعباد الشمس. احنا الاستراتيجيه التي تم العمل بها منذ العام قبل الماضي واحنا مستمرين فيها، التوسع في المحاصيل الفول الصويا، التوسع في الزراعات التعاقديه لعباد الشمس، يكون في سعر ضمان. ذكرت حضرتك ان في سعر استرشاد القمح، لا، في سعر ضمان لفول الصويا وعباد الشمس، وفي سعر ضمان للذره الشاميه. فهذه سعر الضمان بيؤدي الى زي ما قلت لحضرتك دافع قول المزارع ان هو بيتحصل على التقاوي المنتقاه عاليه الجوده، عشان دي زي ما حضرتك تفضلت قلت بترفع من متوسط الانتاجيه. يعني ايه متوسط الانتاجيه؟ يعني المزارع بياخذ تقاوي منتقاه جيده معتمده مطبق عليها شروط الاعتماد وشروط الجوده، بتؤدي لزياده الانتاجيه، وبالتالي بتؤدي للمحصول بتاعه، وبالتالي بتؤدي لزياده الدخل. فحقيقه منظومه الزراعه التعاقديه والحصول على تقاوي منتقاه عاليه الجوده والانتاجيه وتابعه للخريطه الصنفيه، ده في النهايه الشغل الشاغل بتاع القياده السياسيه دلوقتي هو المزارع. ازاي يا فندم نرفع ونعظم انتاجيه المزارع؟ واحنا بنقول له الكلام ده. شكرا جزيلا الدكتور حاتم ابراهيم، طبعا يعني رئيس الاداره المركزيه للانتاج التقاوي. شكرا. معلومات مهمه وتركيز مهم على الزراعه والانتاج الزراعي والامن الغذائي والانتاج الحيواني كمان. التركيز ده اتصور كانوا جدا دلوقتي. في سنه واحده انا بدنا نوزع كنا 45,000 طن تقاوي، وزعنا 145 يعني بزياده 100,000 طن. ملي الفلاحين ومجهوداتهم.